هذه القطة الجميلة على السجادة الحمراء هي القطة مديحة المعروفة بقطة المهرجان أو قطة المهرجان كما يقول المصريون. انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب وانهالت الانتقادات على دار الأوبرا المصرية بعد تداول خبر عن تسميمها وأطفالها. الخبر تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. القطة المديحة تعيش في دار الأوبرا المصرية، لها عدد كبير من الفيديوهات أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام بدار الأوبرا. اعتادت مديحة على عدسات الكاميرا التي تنجذب إليها، مثل ممثلات السينما تقوم بفوتو سيشن أو جلسة تصوير أمام الكاميرات بدلال وبحركات رشيقة. ليست عدسات الكاميرا فقط التي لاحقت القطة، بل ممثلو المهرجان أيضا يبادرون بأخذ الصور معها، من بينهم الفنان توني ماهر الذي استغل وجودها لالتقاط عدد من الصور معها. بتبص له ازاي؟ توني بص هنا، توني هنا لقطة هنا. مش ممكن. هذه القطة الجميلة لم تعد موجودة، سممت منذ أيام. انتشر الخبر حيث اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي دار الأوبرا بتسميم القطة للتخلص منها ومن أولادها. شن بعض المغردين حملة تطالب بإقالة مدير دار الأوبرا بسبب هذه القطة. هنا مثلا عمرو خليل يقول: لما يصدر فعل وقح ولا إنساني من مكان مفترض أنه معروف بأسماء درجات الرقي وتابع لوزارة اسمها وزارة الثقافة، فلما يكون دول اللي عملوا كده منتظرين إيه من الباقيين الناس العادية اللي غير منوطة بثقافة أو فن أو رقي؟ عرفتوا احنا فين من القاع ولا لسه؟ سامر طارق له تدوينة يكتب فيها، وطبعا يرفق بالتغريدة أيضا صورة. دعونا نظهر الصورة أولا قبل أن نقرأ تغريدته. يقول فيها أو يظهر بهذه الصورة، دعونا، هذه صورة يبدو لهذه القطة وهو يكتب حازنا علي فراقها. هذه القطة الجميلة كنت متصور معها في مهرجان القاهرة السينمائي، كنا بنروح نأكلها باستمرار في كافتيريا مسرح الهناجر. خبر مفزع، عرفت أنه يقدم السم لها وكل القطط في ساحة دار الأوبرا المصرية. أرجو تحرك سريع لوقف العنف والقتل ومحاسبة من فعل ذلك. طبعا نشر صورته كما أظهرنا لكم، لكن دعونا نأخذكم إلى هذه التغريدة لروبي. روبي، بس القطة المسكينة دي عملت إيه؟ القطط بطبيعتها أصلا كائن خواف بيخاف من خياله، وملهاش لا صوت ولا حتى عدوانية تجاه حد، ولا حجمها كبير، فأقدر أقول بتضايق الناس. مش قادرة استوعب إنه حتى القطط ما سلمتش من أذى وقسوة البشر. دار الأوبرا فتح تحقيقا خاصا بهذه الواقعة، ونفت تسميم القطة أو أي قطة أخرى. قال مجدي صابر وهو رئيس الأوبرا، قال إن ظاهرة انتشار القطط الضالة أعلى وأسفل خشبة المسرح يمكن أن تتسبب في كارثة وأضرار جسيمة. أبلغنا مديرية الطب البيطري للتعامل مع الأمر، والذي قام بالتعامل مع الموقف بمنتهى الاحترافية ودون أي ضرر. ثم تم فتح تحقيق في الأمر، وأي عامل بيثبت تورطه في هذه القضية لا يتم التستر عليه، ولن نقبل بأن يتم قتل أي حيوان. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.